هذا الإنسان الغشاش يبيع العسل طبيعي ويخلط معه بعض الأشياء، يعني سكر ولا حاجات أخرى، ويقول للزبائن أنه طبيعي. ليه؟ لأن غالب الطبيعي، لكن ليش ما تقول بأني حاط في السكر أو حاط معه أيضا شيء غير طبيعي؟ هذا يا إخواني غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، في لفظ: من غشنا فليس منا. والغش يا إخواني أنواع كثيرة، منه في المادة، نفس المادة ذي عسل مو دخل مع شيء آخر، ومنها أن يقول هذا مثلا عسل من حضرموت أو من الباحة أو من كذا، والناس يعرفون ذا المنطقة ذي أنها عسلها طيب وهي مهم منها. أو يقول عسل هذا توه حديث من 3 أشهر وهو عسل جدة 3 سنين. فالغش أنواع كثيرة. نعم.